صباحكم الله بالخير مشاهدينا. طبعا صباحنا معاكم يتجدد من خلال نافذتنا الصباحية اللي تحمل لكم الأمل والسعادة، وبالأخص لأن باتر الخميس. طبعا مشاهدينا في البداية أحب أني أصبح على زميلتي عائشة. صباح الخير يا عائشة. صبحك الله بالخير والنور يا محمد. اليوم محمد بادي حلقته بجرعة إيجابية وجرعة سعادة. أذكركم أنه باكر هو بيكون يوم الخميس. فجدد لكم تحية مشاهدينا، ويسعد صباحكم إن شاء الله وتستمتعون معنا في حلقة اليوم. بالفعل يعني مشاهدينا الواحد بس من يطري أنه باكر بيكون يوم الخميس، هاي فرحة بحد ذاتها لكل المدامين. وأكيد نحن مثلهم نتريى عطلة نهاية الأسبوع بفارغ الصبر، حتى في يعني جميع أيام الأسبوع الحلوة. لو بادين تونا بالأحد بنتريا الخميس. فيا مرحبا بكم معنا مشاهدينا اليوم في حلقتنا، وحياكم الله. طبعا مشاهدينا دائما نبدأ معاكم صباحنا مثل ما تعودتوا بعناوين صباحنا لهذا اليوم. ذبل حصين تفتتح مدرسة السباحة، لعبة الشطرنج لعبة تعتمد على الذكاء، أصحاب الهمم طاقة شبابية متجددة. طبعا مشاهدينا هذه كانت عناوين حلقتنا لهذا اليوم، واكيد الحين بناخذكم في جوله في الصحف المحليه. عايشه ابدا ولا تبدا؟ والله محمد بتبدا، ابدا اذا اخبارك جاهزه. طبعا مشاهدينا اخبارنا اليوم، اخبار اليوم اخترتهم من صحيفه الامارات اليوم، واخبار خفيفه وكذلك يعني جميله ومفيده بعد. الخبر الاول مشاهدينا يقول التمريض المنزلي لطريحي الفراش من دون مقابل في الشارقه. أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم خدمة منح التمريض المنزلي لطريحي الفراش في الإمارة، ونص القرار على أنه في سبيل تعزيز الحالة الصحية للمرضى وضمان طبعا وجودهم وإدماجهم مع أسرهم، ستكون هناك خدمة لطريحي الفراش في منازلهم، وأكيد هذه الخدمة راح تكون مجهزة بجميع الأجهزة الحديثة. كذلك راح يكون هناك مشاهدينا خدمة الممرضات لهذه الخدمة للعناية بالمرضى وأكيد أصحاب الحالات الصعبة. هذا طبعا مشاهدينا نبدا عن خبرنا الاول. عايشه خبرنا الاول يتكلم عن طريح الفراش اللي هم المرضى اللي يحتاجون لعنايه، فهذه المره في اماره الشارقه ادماجهم مع اسرهم، يعني راح يكونوا هالمرضى يعني يتلقون العنايه في البيت. لهم المكان اللي هم موجودين فيه في بيوتهم، خاصه يعني الخدمه بتكون لكبار السن اظن محمد. للجميع هي عايشه، لان اللي مثلا الاشخاص اللي يتنومون في المستشفى هالمره لا راح تكون خدمه في البيت. حلو، هذا اكيد راح يعني يخفف من حالتهم النفسيه، وبالتالي صحيح. علاجهم راح يكون بشكل سريع. عندك خبر أكيد. واحد محمد اليوم عندي الخبر الثاني، وهذا الخبر يعني جدا جميل مشاهدينا، وخبر كذلك خفيف. خبرنا يقول مشاهدينا كبسوله القيلوله للموظفين في الصين، هذه احنا نحتاجها هني. يا هالصين هاي ليش ما نصير الصين نحن؟ الخبر يقول عائشه فنادق الكبسوله حل رخيص وسهل من حلول الاقتصاد التشاركي يلجا اليه الموظفين الصينيين الذين يغلبهم النعاس ويرغبون في قيلولة في مكان عملهم، وكذلك يعني تكون هذه القيلولة باستخدام الهاتف المحمول، ويمكن كذلك للزبائن حجز مكان للقيلولة في كبسولة بيضاء ملساء تشبه كبسولات الفضاء بسعر 10 يوان فقط. يعني اليوان هو طبعا العملة اليابانية. فعايشة الكبسولة هذه شو رايك فيها؟ كبسولة جميلة. رايك فيها والله محمد يا ريت تطبق عندنا، بس المشكلة لو طبقوها هذه عندنا شيء اسمه قيلولة. هذا طبعا هو شكل الكبسولة، هي مثل الغرفة المصغرة يمكن. أيوة اللي غرفة مصغرة الموظف اللي هي مثل يعني ياخذ فيها قسط من أيوة السفينة الفضائية. هي نفس الشيء عايشة، هي نفس الحجم. كذلك انك تقدرين تحجزين بالموبايل، وفيها خدمات كثيره ايضا ممكن الموظف انه اهم شيء فيها الشاحن. الشاحن موجود. هاي هي طبعا مشاهدينا كانت اخبار محمد من الامارات اليوم، وانا اخباري بتكون من صحيفه الخليج. والخبر الاول خبري الاول وين صار؟ كم خبر عايشه؟ انا عندي ثلاث اخبار محمد ما شاء الله. الخبر الاول مشاهدينا بمشاركه المئات من مالكي النخيل والاسر المنتجه انطلاق الدوره الثانيه لمهرجان الذيد للرطب في العشرين الجاري. اعلنت غرفه تجاره وصناعه الشارقه بدء العد العكسي
لانطلاق فعاليات مهرجان البيض للرطب بدورته الثانية في 20 يوليو، مؤكدة اكتمال التحضيرات والاستعدادات لتنظيم موسم جديد وواعد بالأنشطة المبتكرة والمسابقات المشوقة على مدى 3 أيام. طبعا مشاهدينا هذا البرنامج أو هذا المهرجان الصيفي يكون في كل سنة في الذيد، وهو مهرجان خاص بالرطب. طبعا محمد، من هالمهرجان من المهرجانات الحلوة اللي شوية تحيي فيها التراث، صحيح. نعرف فيها الجيل بأهمية النخلة وفوائد النخلة وكيف الواحد يستفيد منها. والمهرجان انطلق محمد لجعله إضافة نوعية لأرض دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة والذيد بصفة خاصة، لأن الذيد هي أكثر يعني مدينة هي تهتم بهذه الأمور. بالرطب، مهرجان الرطب بشكل سنوي. تكلمنا عن هذا المهرجان بشكل مفصل، عن مثل الانطلاق وشو الأشياء اللي راح يضمها هذا المهرجان. فجميلة مثل هذه المهرجانات، تحيي يعني مثل ما ذكرت أن التراث. الأطفال يعني الأهالي يودون عيالهم الصغار يتعرفون شوية على أنواع الرطب، صحيح. على الموسم اللي يكثر فيه البلح يكثر فيه، صحيح. الرطب، صحيح. هذا هو كان خبري الأول مشاهدينا. الخبر الثاني أيضا من صحيفة الخليج، والخبر يقول تستمر حتى الأول من سبتمبر مرور الشارقة تطلق حملة التوعية الثالثة صيف بلا حوادث. أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات حملة توعوية مرورية موحدة بتكون إن شاء الله في هذا العام تحت شعار صيف بلا حوادث، ضمن المبادرات اللي دائما يقدمها قطاع المرور والشرطة. ودائما هذه المبادرات تكون لتحسين السلامة على الطرق وتعزيز أيضا التكاتف المجتمعي للعمل معا وللحد من الحوادث المرورية، صحيح. طبعا محمد مو غريب على شرطة الشارقة وقطاع المرور، دائما هم ينزلون هالقوانين وهالأمور اللي تحافظ على سلامتنا وسلامة الركاب. فالواحد لازم محمد يكون حريص على نفسه أثناء القيادة وحريص على الأشخاص الآخرين الموجودين بنفس الطريق أو بنفس الشارع. وكذلك عايشة مثل ما ذكرت أنهم فعلا مو مقصرين، حتى اللوائح موزعينها على يعني الجمهور وحتى على السائقين، حتى في الشوارع يعني نشوفهم واقفين هناك يوزعون مثل هذه اللوائح الارشادات طبعا السائقين. غير هذا دائما ينظمون مثل الدورات او مثل الورش اللي يوعون فيها المواطنين، يوعون فيها كل فئات المجتمع الصغيره حتى الفئات العمريه، صحيح. اللي هم اطفال، مسوين لهم برنامج مثل الشرطي الصغير ودائما يوجهونهم ويعلمونهم هالاشياء من يوم من الصغر يعني. يعطيهم العافيه. فيعطيهم الف عافيه. وبعد عندي خبر ثالث مشاهدينا من صحيفه الخليج، والخبر يقول دائما الخبر الاخير، دائما عايشة نشيطة في اخبارها ما شاء الله. الخبر الاخير ويقولكم الخبر الاخير مشاهدينا، يضم 15 من ذوي الإعاقة بهدف تعزيز المناصرة الذاتية الخدمات الإنسانية تؤسس المجلس الأعلى للطلبة. شكلت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المجلس الأعلى للطلبة الذي يضم 15 طالبا من مختلف أقسام وفروع المدينة بهدف مناصرة الطلاب ذاتيا وتوحيد المنبر الذين يعبرون من خلاله عن احتياجاتهم والتأكيد على حقهم في الدمج والتعلم والعمل وحقوقهم الأخرى كافة. طبعا محمد، هالخدمة اللي تحت شعار المناصرة الذاتية هي بتسمح للطلبة اللي هم منتسبين لهالبرنامج انهم يعبرون عن كل احتياجاتهم، وراح تتوفر لهم احتياجاتهم ان شاء الله على حسب مطالبهم وعلى حسب الشغلات اللي هم يطلبونها. فمحمد يقول الخبر ايضا من المناصرة الذاتية هي من المفاهيم التي فرضت نفسها بقوة على جميع المؤسسات والافراد العاملين مع الاشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع بشكل عام، نظرا لأهميته في تمكينهم من حقوقهم الإنسانية وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ايضا. فعلاً يعني مثل الخبر ما في احلى، حقوقهم يعني محفوظه وكذلك دورهم بارز ولهم يعني ايادي ملموسه واضحه في هذه المجالات. اكيد ما ننسى انهم دائما يعني فئه مبدعه وفئه ما شاء الله عليهم حتى افضل من الاسوياء، اكيد. يعطيهم العافيه ويستاهلون مثل هالانشطه مثل هالبرامج اللي تنظم. يعطيهم العافيه. خلصت من بعد الاخبار محمد، خلصت اخباري خلاص. الحين طبعا مشاهدينا من بعد الاخبار بنروح معاكم نشوف كاريكاتير اليوم. خلينا نشوف هذا الكاريكاتير مشاهدينا. كاريكاتيرنا اليوم مو بموجود، خذ اجازه سنويه وسافر امريكا. انزين، ورد عليه الثاني سعاده المدير. لا يعني هذه عايشه المدير ماخذ اجازه وهم تابعينه حتى في اجازته على اساس انه يخلص المعاملات. مثلك محمد، وراك اجازه. ان شاء الله يعني
هذا هو كان كاريكاتير حلقتنا لليوم مشاهدينا. من عقبه راح ننتقل وياكم بنتعرف على درجات الحراره وعلى حاله الطقس في المنطقه الشرقيه وباقي مدن دولتنا الحبيبه. تعرفتوا مشاهدينا على حالة الطقس وعلى درجات الحرارة. دائما نحن حريصين أن نعرض لكم هاي الفقرة بحيث أن الواحد يعرف الجو كيف بيكون وحالة الطقس كيف بتكون وترتبون من بعدها جدولكم أو طلعتكم في هذا اليوم. لكن ما زال الجو ما زالت درجات الحرارة مرتفعة وما زالت الرطوبة يعني موجودة. صحيح فعلا. طبعا عاشة دامنا احنا تكلمنا بداية الحلقة عن الخميس وعن السعادة، اليوم مشاهدينا موضوعنا راح يكون اللي هو موضوع السعادة. نعم. فعاشة انا بسأل سؤال. تفضل. اليوم السؤال عندي. لعبتك اليوم. شو هو الشيء اللي يخليك سعيدة؟ الشيء اللي يخليني سعيدة هو شيء محمد اني انا بصحة وعافية الحمد لله، واني انا بوسط اهلي بوسط عيالي، هذا هو بحد ذاته سعادة بالنسبة لي الحمد لله. انت شو الشيء اللي يسعدك؟ ها؟ عاشة انا يعني في وايد اشياء. مثل ما ذكرت ان الاهل فاي الواحد نشى الصبح محمد وهو فعلا يعني كتب له عمر جديد يتذكر نبات الخميس كتب له عمر جديد ومحمد ناوي اليوم يعطيكم جرعه من السعاده والايجابيه، هذا بحد ذاته سعاده وايجابيه ولا محمد؟ اكيد عايشه صح. طبعا مشاهدينا لازم الانسان دائما يحمد ربه ودائما يعني يشوف الاشياء الايجابيه في حياته ويشوف النعم اللي هو فيها ويحمد ربه على النعم اللي مخلت لنا سعيد في حياته. ومن بعد السعادة محمد هاي بعد سعادة الحين نحن بنطلع لفاصل قصير بنرجع بنرجع مشاهدينا بعد هذا الفاصل نستكمل وياكم صباح الشرقية، خلكم معانا.